يا جاسم يا حبيبي، مش على أساس صارت المصالحة الخليجية وتصلحتوا كله تمام؟ يا أخي قلنا أنهم اتفقوا ووقعوا مرة طيبة. طيب شو مشكلة البحرين؟ يا ابن الحلال البحرين مشتكين علينا. ليه هيك بلا سبب؟ لا يقولون ما رد عليهم. طب يا أخي ردوا عليهم، بعرف مرات الواحد مش جعبال ويرفع سماعة التلفون بس ردوش، يعني بده شغل. يا أخوي لا عوزونا، يبون سمك، يبون سمك. يا زلمة أعطوهم سمك، مشاني أعطوهم سمك، لو علب تونة أي شيء. شال شال شال. أنا بدي المصالحة بدي شغل. شال. طب والإمارات؟ الإمارات طلعوا يتجسسون علينا. يتجسسون؟ ايه. إمارات؟ وبعدين معك أنت بهاي عادة التجسس، نص الكوكب صار شاكي عليكي. صار الواحد يخاف يحكي تلفون او يروح على اوتيل خلاص. يا امارات في شيء اسمه برايفسي، سمع بالبرايفسي امارات؟ بس وقفي لي حركات التجسس هاي دبليو او 7 عملت لي فيها. طب والسعوديه؟ السعوديه ما عندنا اي مشكله مع السعوديه، الحدود مفتوحه والطيران يروح ويجي، امور سمن على عسل يا اخوي. سمن على سمن عسل. على عسل مش اجل الاسبوع الجاي مشاكل يا ابن الحلال. سمن على عسل إلينا الحين، سمن على عسل، أمورنا طيبة الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله نضل هيك إن شاء الله. طبعاً أنتوا ملائكة أبرياء ما بتعملوا إشي. إيه إحنا ملائكة وأبرياء وما نسوي شيء، عندك اعتراف؟ لا أعوذ بالله، هذا يعني توكيد لفظي بس. إيه أكد أكد، أنا بأكد، حلقة جديدة اعتراف؟ السلطات المصرية ألقت القبض، قصدي أفرجت، بس معلش حكم العادي. السلطات المصرية أفرجت عن الصحفي المصري محمود حسين بعد 4 سنوات من الاعتقال بدون توجيه أي تهمة. ألف ألف مبروك عقبال باقي الصحفيين ومعتقلي الرأي في السجون العربية والتركية والإيرانية اللي بنعرف أسمائهم واللي ما بنعرف أسمائهم. طيب ليش السلطات المصرية أفرجت عن محمود حسين؟ هل بعد 4 سنين أخيراً فهموا أنه ما في تهمة فعادي نفرج عنه معلش يعني؟ ولا النظام المصري فجأة تغير وصار نظام ديمقراطي بيحترم الدستور وبيحترم حرية التعبير؟ ولا في سبب ثالث؟ أول دولة عربية رحبت بانتخاب بايدن كان مصر. لا دي رسالة، موقف مهم. أنا من قصدي كده، أنا عايز أكبر قدر ممكن من الحلفاء يكونوا معايا، مش عايز أخسر. على حساب إيه؟ محتاج أمريكا. على حساب لا مش على حساب حاجة. على حساب أنا مش عايز، مفيش حساب. قد بيحكم عليه بإنه طابور خامس أو بطريقة توقيع مركزي يتحبس، طبعًا ده القانون، ده موقف شوية كلام مفيش فيها. إنما مثلًا ليه أنا أعمل محمود حسين بتاع قناة الجزيرة حاجة مهمة؟ ليه أجيب جوال في نفسي؟ يا دكتور يعني ليه أنا دكتور أبالغ في أمور يترتب عليها في النهاية؟ هم يقدروا يلووا دراعنا؟ لا لا لا. يعني الموضوع طلع ضغوطات أمريكية، حتى مش ضغوطات أمريكية، خوف من ضغوطات أمريكية محتملة. ليه؟ لأنه عين بايدن هيك علينا هاي الفترة، عين بايدن عم بتراقبنا. الموضوع مش حقوق إنسان ولا حرية تعبير ولا إنه ممنوع ومش لازم ومش صح ومش معليش تعتقل واحد بدون تهمة، ولا مثلاً نغير سياساتنا تغيير سياسات اللي ممكن تكون ظلمت كتير ناس. لا، الموضوع ضغوطات أمريكية وعيون بايدن اللي علينا، عيون البعبع اللي عم بتراقبنا، صح؟ ما علينا، عيون بايدن رح تكون مركزة بس على مصر ولا على كل منطقتنا؟ هل مثلاً رح نسمع خبر الإفراج عن لوجين الهذلول مثلاً أو سلمان العودي مثلاً؟ مش لشيء، مش عشان احترام حقوق الإنسان لا سمح الله، عشان عيون بايدن. طلع عيونه في كيوت بابي فيس. شو؟ أفرجوا عن لوجين الهذلول؟ تمام؟ يقبرني عيونه بايدن. بتعرفوا شو معنى هذا الكلام؟ لا مش فيديو الأسبوع، معنى هذا الكلام إنه أنا وخالدي لما ننزل الأردن ما حدا رح يحكي معانا، معانا عيون بايدن. أشوفه قمرين قمرين دول ولا عليك، قلبي بيسألني عليك، أتريني بفكر فيك قمرين دول ولا عليك. حكومات عربية إذا في حد فيكم عم بسمعني رجاءً ركزوا بكلامي منيح. وإمارات حبيبتي إذا عم تتجسسي ما في داعي، الحلقة أونلاين متاحة للجميع على اليوتيوب ببلاش، احضري عادي زي باقي البشر. ومش غلط كمان يا إمارات تحطي لنا لايك وتكتبي لنا تعليق حلو وتنشر الحلقة بين أصحابك، أو ممكن تحطي لنا ديسلايك وتجيب الذباب الإلكتروني يسب علينا عادي. ركزوا معاي منيح بكل كلمة، حقوق الإنسان لازم تكون موجودة، ضروري تكون موجودة لدى الإنسان اللي عايش تحت كنفكم، بغض النظر إذا في ضغوطات أمريكية أو ما في ضغوطات أمريكية، إذا في بعبع عم بيراقبنا أو ما في بعبع عم بيراقبنا، حقوق الإنسان لازم تكون موجودة. تمام؟ تمام؟ وصلت المعلومة؟
ما وصلت؟ ليه؟ نبقى في مصر، حيث تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات لوكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري أيمن أبو العلا خلال جلسة البرلمان أمس، ربط فيها بين ملف حقوق الإنسان في البلاد وبين توفير الكهرباء، حيث قال أبو العلا إن مصر حققت نجاحاً غير مسبوق في قطاع الكهرباء والطاقة، وأن هذا يعد رداً على من قال إنهم يهاجمون مصر في ملف حقوق الإنسان. لا 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 يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا أبو العلا، لا، أنت فاهم حقوق الإنسان غلط، أنت مش فاهم إشي. المشكلة إنك وكيل لجنة حقوق الإنسان، لازم يسحبوها منك ويسلموك وكيل سيارات. أنت مش فاهم إشي، أنت مش فاهم حقوق الإنسان. شو خص الكهرباء؟ الكهرباء حاجة أساسية من احتياجات المواطن اللي عايش تحت كنفكم. وجود الكهرباء هو حق من حقوق الإنسان اللي عايش تحت كنفكم، مش بدل حقوق الإنسان. لا، مش إنه يا كهرباء يا حقوق إنسان، لا، بيجوا مع بعض. مش لا كهرباء ولا حقوق إنسان زي لبنان، لا، بيجوا مع بعض. الكهرباء، حقوق الإنسان، حرية التعبير، الأمن، المواصلات، البنية التحتية، العلاج، كلهم بيجوا مع بعض، مع بعض، مش وحدة ضد وحدة أو وحدة بدل وحدة، مع بعض. بينفع حدا يناديك أبو وعلا لحال؟ لا، بكج أبو العلا. بعدين شو علاقة الكهرباء بموضوع اتهامكم بملف حقوق الإنسان؟ أنت فاهم بشو بتهموك الناس؟ أنت فاهم شو عم تحكي؟ ولا حافظ؟ أنت لا حافظ ولا فاهم. أنت عم بتغلبني يا أبو العلا يا بابا يا حبيبي، عم بتغلبني يا أبو العلا. أبو العلا ركز، أبو العلا ركز حبيبي، ركز. العلاقة الوحيدة بين حقوق الإنسان والكهرباء إنكم بتستخدموا الكهرباء عشان تمسوا الإنسان وحقوق الإنسان، هاي هي العلاقة الوحيدة. يا أبو العلا، مدينا كهرباء لمصر، هلأ منظمات حقوق الإنسان رح تتكهرب من الصدمة. واو، والله طلعت مصر عندها حقوق إنسان، أعطوا الشعب كهرباء. واو، ما عندنا كهرباء، نيار مصر، نيار ما إيه إيه. أبو العلا، الكهرباء وصلت لقفاي قبل ما تصل لضيعتنا. طيب نرجع لعمو بايدن، أبو عيون جريئة وعيون بايدن وعيون قلبي. عمو بايدن عنده طلبات تانية، عيون بايدن مركزة على ملفات تانية. تنهدت. فرجوني. We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen, a war which has created humanitarian and strategic catastrophe. This war has to end. والله أنا أتفق مع عمو بايدن، لازم نوقف الحرب باليمن، مش لا سمح الله لأسباب هيك جانبية ثانوية مش مهمة، زي إنه البشر عم بيموتوا والأطفال عم بيموتوا وفي مجاعة وحصار وقصف وأمراض. لا لا، بعرف هاي الأمور ما بتهمكم، بس عشان كرمال عيون بايدن، في حدا بيقدر يحكي له العيون لا؟ حطوا عنكم بعيني وحكوا له لا، بلاش، حطوا عنكم بعينه وحكوها، ما بتقدروا. يا عيون بايدن، عيون بايدن، كيف بدي نام؟ America is back. Diplomacy is back. وعيونها يا بايدن وتقول فنجان، فنجانات من القهوة بمتلية. يا عيونك زر وحلوة، يا عيونك زر وحلوة، يا عيونك يا عيونك يا عيونك. وهلا دور خالدي واخبار دقيقه في دقيقه. لحظه قبل اخبار دقيقه في انزل يعني الصندوق، قبل اخبار دقيقه في دقيقه، ما بدك تحط فيديو عمرو اديب بعد بعد الافراج عن محمود حسين؟ بلا، تفضل. في مراسل لقناه الجزيره اسمه الاستاذ محمود حسين، النهارده الاداره المصريه افرجت عن مراسل قناه الجزيره محمود حسين. انا شخصيا سعيد بالإفراج عن محمود حسين. أنا عارف الجمل دي بتضايق ناس كتير، ولكن أنا أي حد بالنسبة لي إيده ما فيهاش تحريض، إيده ما فيهاش دم، مش مثبت عليه شيء قانونا، أنا مع الإفراج عنه. إسا صار فيك تفوت أخبار دقيقة في دقيقة؟ شفتي كيف صار أستاذ؟ شفت، عم جرب معلق على الموضوع. تفضل. مساءكم معطر بورد الياسمين. بعد عودتي مسلسل الاغتيالات، تخوف ناشطون من عرقنة لبنان بعد لبننة العراق، واعتبروا أن ثورنة ليبيا لن تخدم شعوب المنطقة بسبب أيرانة سوريا بعد صوملة اليمن وأفغانة الصومال. الإمارات العربية المتحدة تبني أكبر بلكونة في العالم
ذات إطلالة على الوطن العربي. قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري تغيير اسمه ليصبح رابطة محبي عيون جو بايدن. عاجل، شاب عربي يقتل أخته احتياطاً مع اقتراب عيد الحب. هابي فالنتاين. طفل أردني يجد نفسه أثناء مساعدته قوات الأمن في البحث عنه. خالدي حبيبي، الخبر حقيقي. كيف والله ما فهمت إشي، كيف حقيقي؟ خليني أشرح لك. أوكي. قوات الأمن كانوا عم بيبحثوا عن طفل مفقود. حلو. وإذ بيلاقوا الطفل المفقود معاهم بيدور معاهم على ذاته. شو؟ مين فينا يا خالدي ما بيدور على ذاته؟ بس هو نجح، إحنا لسه. انهي اطلع. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط نيكولاس ومر. تسقط أنت، أنت اللي تسقط. شكراً خالدي. ننتقل إلى سوريا. إذا أنت مواطن سوري وما بدك تخدم جيش وطنك وجيش بلدك وجيش دولتك اللي عايش حرب، عادي عادي، الدولة بتسامحك لأنه معروفة سوريا الأسد نبراس للحرية والديمقراطية. لكن أنت هون مضطر تدفع هيك مبلغ رمزي بسيط بدل جيش، 8000 دولار. مبلغ رمزي بسيط موجود في أي بيت سوري، رمزي بسيط 8000 دولار. واو والله بلاش. لهلأ ما في مشكلة، تمام، أنت ما بدك تخدم جيش ودفعت المبلغ البسيط بدل جيش، تمام ما في مشاكل. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة إذا وصل عمرك 42 سنة ولسه مش دافع يا فلان يا علتان. هون يا ويلك ويا ظلام ليلك، يا ويلك ويا ظلام ليلك. رح تدفع الثمن أنت وأبوك وأمك وإخوانك وخواتك ولاد عمامك وبنات عمك ولاد خالك وبنات خالك وبنات خالتك ولاد كلهم، أصحابك، الإكس، الكراش اللي بيجيب لك ديليفري البيتزا تبع الخضر، كل حدا، أي حدا بتعرفه أو ما بتعرفه، حتى أنا هدفع الثمن، كلنا هندفع الثمن. فادفع فادفع. لا يمكن لأي مكلف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية حتى لو تجاوز 42 وما رضخ للأنظمة والقوانين أو ما نظم إدبار بدل فوات خدمة ودفع قيمة بدل فوات الخدمة التي تقدر ب 8000 دولار أمريكي، هناك أنظمة وقوانين جازمة بهذا الخصوص من حيث القضاء، من حيث الوزارة المالية، من حيث الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد على أملاكه، على ممتلكاته، على أرزاقه، سواء كان له أو لا أهله أو لا زويه أو لا أي حدا آخر بخصه. الله، وأنا مالي يا لندي. حيحجزوا علينا كلنا على أموالنا المنقولة وغير المنقولة، وإذا ما عندكم أموال منقولة أو غير منقولة ما رح تنفد، عادي بنقصفك وبنبعت الجيش السوري يعفشكم بما تعادل قيمته 8000 دولار، لأن الموضوع مش موضوع مصاري، لا، سوريا الأسد ما بتعملها، الموضوع موضوع مبدأ، مبدأ هاي بلدك، فوق أنت مش حابب. الله، أنا زعلان إنه بس الشخص اللي زقف، زقفه لسوريا الأسد. إحنا بحرب. ترخص المحافظ لعيونك يا أبو حافظ. يرخص الدولار لعيونك يا بشار. من سوريا ننتقل إلى العراق. العراق حالياً عم بتجهز حالها لانتخابات نيابية، وانت عارفين يعني بالانتخابات النيابية بأي بلد عربية كيف بيصيروا هيك القوى السياسية والأحزاب السياسية هيك يتنافسوا ويزودوا على بعض بتغنيج وتدليع الشعب العربي وتحقيق أحلام الشعب العربي. العراق يعني زيها زي أي بلد عربي، بلشت هالقوى السياسية والكتل السياسية والأحزاب السياسية يتنافسوا، يعني يزودوا على بعض مين يغنج الشعب العراقي أكتر، مين يدلع الشعب العراقي أكتر، مين يكاغي الشعب العراقي أكتر، لدرجة الشعب العراقي كيف يعني انبسط. الله أنا مبسوط جدا، يعني الله أخيرا أحلامي كلها راح تتحقق. في خضم المعركة العاطفية الرومانسية بين القوى السياسية والكتل السياسية في تدليع الشعب العراقي وتغنيج الشعب العراقي، في كتلة من هالكتل زودتها شوي، يعني شوي يعني رفعت العيار، يعني أفورة. سمعين بمصطلح الأفورة؟ هم أفوروا. خلونا نشوف الأفورة مع بعض. أفوروا. الآن حضرتك تقول بأنه الموازنة لن تمر إلا إذا تضمنت عدة قضايا. اسمح لي اسمح لي. لن تمر الموازنة إلا إذا تضمنت 315 حقوق 315. هذا موقف من؟
شنو موقف اغلب النواب؟ راح نجيب ويانا بنزين. عدد 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 ودعتك نجيب ويانا بنزين نحرق الفلوسنا داخل المجلس. والله مقررين هيك موازنه تمر مثل ما يريده ابناء الشعب وانصاف للمحافظات الوسطى والجنوبيه تمشي. اجيب وياي بنزين ونحرق الفلوسنا داخل المجلس النواب وش يصير خيصير. الله شايفين يا شعب عراقي، شايفين هاي الكتله شو مستعده تعمل عشانكم؟ مستعدين يحرقوا نفسهم حرفيا اذا الموازنه بتمر مرور الكرام دون الشعور بالشعب العراقي وهموم الشعب العراقي. الله كان بيقدروا يعني كان بيقدروا يلعنوا الظلام بس اختاروا يضوي شمعة. الله يا ريت هيك كل نواب الوطن العربي يعملوها ويحرقوا حالهم بهدف تحقيق مصالحنا طبعا. اقسم بالله العظيم اقسم بالله اذا ميزانيه اي جي بلس للسنه ما بتزبط وضع اخبار دقيقه في دقيقه غير انا وكل فريق العمل نحرق حالنا بالاستوديو. سمعتوا كلهم معي؟ ما حدش معك. يسقط خالدي يسقط خالدي. والآن أترككم مع فقرة مروة الحراتي الجديدة. أخبار مش عن جد صارت حتى لو عابلكم إنها تكون جد جد صارت. من بين كتير نظريات مؤامرة عم تطلع كل فترة عشان تثبت لنا إنه فيروس كورونا هو فيروس مفتعل والهدف منه هو إنه نجبر العالم كلهم ياخدوا اللقاح، في نظرية جديدة تحكي إنه في فيلم لويل سميث تنبأ باللي عم بيصير هلأ وباللي رح يصير، إنه بال 2021 العالم كلهم رح يتحولوا لزومبيز أحياء أموات بسبب لقاح لفيروس منتشر. أول شيء الفيلم أحداثه 2012 مش 2021، وإيه في فرق، ما أنتوا اللي طالعين بنظرية المؤامرة كونوا دقيقين. تاني شيء لا بالفيلم مش بسبب لقاح الفيروس، بسبب الفيروس الناس بيتحولوا لمخلوقات غريبة. تالت شيء أنه هذا الفيلم بيشبه كل الأفلام اللي حضرتها بحياتي كلها عن فيروس ولقاح وزومبيز. يعني ببالك نحضره حلو؟ إذا بدك. سمعتوا بدراسة علمية بتثبت أنه المنسف بخفف من أعراض كورونا؟ تحية للمنسف. لحظة يعني أنتوا سمعتوا بالدراسة ومصدقينها؟ طبعاً. شباب لا، الطريقة الوحيدة اللي ممكن المنسف يساعد هي أنه مثلاً أكلت تقلت اضطريت تنام انت ونايم حسيت اقل بالاعراض لانك نايم. هاي هي المنسف تاج راسك. شو فاهمك انت؟ انقلعي اقلعقلع. طيب المنسف تاج راسك واضح؟ تاج راسي ما اختلفنا بس انه المنسف تاج راسك. طيب نيكولاس. طيب وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الان كما عودناكم اللي نعودكم دائما اترككم مع فيديو الاسبوع. جكارب جويس. وحشتني موس، وحشتني القعدة معك. فاكر لما كنا بنلعب طاولة مع بعض ودايما تغلبني؟ على فكرة كنت بسيبك تغلبني عشان ما تزعلش. طيب هلا رح يجي واحد يسألني سؤال منطقي، يحكي لي نيكولاس وين المشكلة بالفيديو؟ مشهد من مسلسل المصري لزلمة هيك يعني وقور اشتاق لصديقه القديم، فتح الكتاب شاف صورته، وين المشكلة؟ المشكلة عزيزي إنه صديقه أو بالأحرى صورة صديقه اللي موجودة في الكتاب هي صورة تيد باندي. أنتوا عارفين مين تيد باندي؟ أشهر قاتل متسلسل في أمريكا. هذا هو تيد باندي، حاطت صورة قاتل بالكتاب يا حج؟ ومشتاق له يا حج؟ ليه؟ نفسك تموت؟ ليه يا حج؟ ليه؟ صاحب ناس هيك محترمين وقورين زيك يا حج، شو هالصحبة يا حج؟ يعني يا إنتاج مصري أنتوا عن جد هيك بتتكلفوا على إنتاجكم، ما عرفتوا تجيبوا صورة تبحثوا عنها ولا أي صورة من جوجل حتى لو قاتل. عارفين شو يعني قاتل؟ فاهمين شو يعني قاتل؟ زي هذا اللي قتل 6 بالمغرب وفي يعني أخبار بتحكي إنهم عيلة، هيك يعني قاتل، هيك يعني هذا نقطة، هذا نقطة ببحر تيد باندي. هذا هو تيد باندي يا إنتاج مصري. الله يرحمك يا جدي، والله كثير مشتاق لك يا جدي، كثير كانوا يحكوا لي إنه شكلي بيشبهك. بعدني لهلا بتذكر حكيهم، بتذكر كل إشي عنك يا جدي، زي كأنك عايش معاي يا جدي. أنا والله كثير مشتاق لك يا جدي. كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمد الخالدي، جاسم العلي، عيون بايدن، الصليت الإخباري، فريق العمل 1-1. لنا لقاء آخر. ياي سحر عيونه ونظراته، أول ما تلاقينا عين بعين. ياي
ياي شو مهضومي قدرتو تبتب كلمة كيف لو كانوا اتنين. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ارفعوا ايدكم مع بعض، شايفة؟ ارفعي، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. هلأ نزلوا ايديكم، وانت كمان شايفك نزلوا ايديكم واكتبوا تعليق حلو. هلأ انتوا أحرار، اللي حاب يروح يروح، اللي حاب يضل يضل، يعني اليوتيوب عالم حر.